الرباعية بتاعت امبارح. نرجع مرة تانية للاتحاد السكندري اللي عنده لقاء مع النادي الاهلي الفترة اللي جاية. حلوة عامر صبري، محمد حمدي زكي، واول اهداف اللقاء، اول اهداف اللقاء. لسه بقول عايزين هدف هنا او هنا، لمين في مين ما يهمش. محمد حمدي زكي سجل في الدور الاول وبيبدأ اهدافه في الدور الثاني. محمد حمدي زكي وهدف الاتحاد السكندري من تبريره حلوه من اللاعب عمرو ورده. عمرو في الدقيقه 16 من بدايه احداث شوط المباراه الثاني، عامر صبري دخل واستلم وتوصل الكره لمحمد حمدي زكي، كانت في رجل عامر صبري وراحت لرجل حمدي زكي. النهارده حمدي عنده فرصه يسجل